لقطة إنسانية لجمهور المغرب مع طفل مصري مريض، شوفوا أوقفوا احتفالاتهم عشان يحتفلوا به إزاي. وعدم ما شافه، وعدم ما شافه، وعدم ما شافه، وعدم ما شافه. الله 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 ما شافه، الله ما شافه، وعدم ما شافه، وعدم ما شافه، وعدم ما شافه، وعدم ما شافه. الله 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 يعني خلي بالك، طول عمرنا نقول الرياضه تقرب ولا تفرق، وكنا بنقولها من باب الايه؟ يعني التمني او هكذا تريد الرياضه ان تكون. دي ترجمه على ارض الواقع ان ده اللي حصل. لم تحدث هذه الوحده والتلاحم العربي في اي حدث. يعني حتى انت يعني ما بتروح في مناسبه دينيه، انت رايح لنفسك. ايوه يعني ما بتروح بتدعي، ما بتدعيش للحجاج اللي جنبك او المعتمرين، بتقعد تدعي ليك ولاسرتك انما هذا التلاحم، كل الناس اللي بتخرج يعني المنتخبات اللي خرجت واللي ما تأهلتش كل ورا المغرب، لانه انتصار للجنس، للجينات العربيه، للثقافه العربيه، لدينك الحنيف. الناس تشوف حاجه طيبه لاول مره. وانا مبسوط جدا من فكره ان الغرب يتحدث الان، هو احنا ليه بنلعب وبنسمح بالخمور وبنسمح، ما نعمل كده، ولا تحرش ولا سرقات ولا مضايقات ولا ناس بتكسر بعد ما تخسر. بالعكس، اليابان عايزه تفرض بصمتها انها وهي خسرانه بتنظف المدرجات. هذه ثقافه معديه. هتلاقي ناس كتير تقول لك واحنا مش اقل من اليابان، احنا كمان عايزين يبقى شكلنا كويس. يعني نافخ الجير وبائع المسك. وبائع المسك.